عبيد، ألا تسمعني يا عبيد؟ عبيد، ما بك يا زيد؟ أجل حديثا قليلا. على مقربة منا متسول ينتظر طعامه، سأعطيه هذا وأعود إليك. ما دام هذا الطعام أمامي فافعل ما يحلو لك. متسول، طعام المتسول في بغداد كطعام رئيس العشيرة عندنا. إنها نتاج قدمي. شواء لم تتذوقي أفضل منه. كيف حصلت على هذا الشواء يا زيد؟ ألا تستطيعين استعمال فمك للأكل فقط؟ خذ ما احتلت به يا زيد. هذا شواء؟ أعرف هذا. أترفضين ما يقدم لك من شواء يا راوية؟ أكلت ما يغنيني عما تحمله. شممت رائحة القدر لحما، وكأني شاهدت أثر رأس الضأن. من أين أتيت باللحم يا راوية؟ اشتريته من السوق. بالدرهم الذي نسيته؟ نعم. ما أبعد طعم اللحم الذي أكلته عن الشواء الذي أتيتك به؟ لن أتذوق لحما كان سلبا واحتيالا. خرب بيتي، خرب بيتي يا إلهي. لم أجد. لا بأس، ستدفع أنت. أدفع أنا؟ ومن سيدفع ثمن الشواء الذي أكلتما؟ ولكنني ضيفه، أقسم إنني ضيفه. لا صلة لي بما جرى بينكما. كل ما أريده 10 دراهم ثمنا لشوائي. 10؟ ولكنني لا أملك إلا درهمين اثنين. إذن وقعت الواقعة. ما الذي تعنيه؟ سأضعك في السجن حتى تدفع ما عليك من دراهم. هيا أمامي، هيا أمامي إلى صاحب الشرطة. هيا. ها قد أرحت نفسك من فراش بقيراط، ووجدت ضالتك من طعام وشراب دون قيراط. بل وجدت ضالتي ب10 دراهم. 10 دراهم؟ هل أكلت عن حول بأكمله؟ بل أكلت عن دهر برمته. ثكلتك أمك يا عبيد، ليتك لم تطأ بغداد أبدا. كم مرة قلت لذلك الأحمق: أنا لست ياسر بن هلال، أنا عبيد بن الحارث. وقلت هذا لذلك الأحمق الآخر أيضا، لكنه لم يصدقني حتى كان ما كان. ما هي قصتك يا عبيد؟
استضافني وادعى أمام صاحب الشرطة بأنني أستضيفه، فسجنت دونه في السجن حتى أدفع للشواء ثمن شوائه. أبا وهب، ألا تساعدني بالعودة إلى أهلي؟ تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل. من؟ جابر بن ليث الجرجاني؟ نعم، ومن أنت؟ تعال لأضمك. أنسيتني يا رجل؟ لم أنسك أبدا، إنما أحاول تذكرك. أنا زيد، زيد بن عتبة الشيباني. الآن تذكرتك، اجلس وشاركني شوائي. إن كان هذا ما تريد فلا مرد لأمنيتك. بسم الله، سبحان مقسم الأرزاق. تفضل. لم ينس من فضله أحدا. لم أذق أطيب من هذا الشواء في حياتي قط. لماذا لا تمد يدك إلى الشواء يا رجل؟ لا لا، أنا أكلت ما فيه الكفاية، كل هذا لك، كل. يا جابر، ألا تود أن تتقي النار ولو بشق تمرها؟ أحمق من لا يود ذلك. إذن دعني أذهب بهذا إلى متسول قريب هنا في السوق. لك ذلك يا زيد. زيد، تذكرت شيئا أريد أن أقوله لك، ولكني وجل من هذا الأمر. ما الأمر يا جابر؟ هذا سم اشتريته خصيصا من بغداد لقتل الجرذان في البصرة. تصور أن داري مليئة بالجرذان الكبيرة والصغيرة. وما صلة هذا المسحوق بالذي سنعطيه للمتسول؟ خشية على حياته. تصور، أخطأت فوضعت هذا السم بدل الملح. والشواء الذي أكلته؟ الخطأ تكرر يا صاحبي. واللحم الذي أكلته أنت؟ لم ينجو من ذلك السم. لكنك لست مباليا لذلك. أيكون السم مستمرا عندك؟ بل سم زعاف، لكنني أعرف الترياق لذلك، لهذا لست مباليا. وأين هذا الترياق؟ أين هذا الترياق؟ مع رجل أعرفه. وأين هو ذلك الرجل؟ قريب من هنا. دلني عليه. اجلس 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 ولا تخف، سيأتيك برجلي. ها هو. من؟ عبيد بن الحارث؟ إنه حامل الترياق. أرني إياه. لحظة، بكم ترياقك؟ بعشر دراهم. لم أتخيل أن صاحب الترياق صاحبك. أعطني الترياق.
أعطه أنت أولا. أعطي النقود، هيا. هذه 10 دراهم منعتها عن نفسي وعن أهل داري، خذ وأعطني الترياق. أعطي الترياق، هات النقود. أريني. سأعطيك درهميك والباقي لأكثم لكي يعيد إليك حوائجك. أبا وهب. أبا وهب. زيد، بما أن عبيدا استرد ماله وأكثم استرد حقه، فبإمكانك استخدام الملح الذي بين يديك. ملح هذا ملح.